طيب نعود لسؤال الأخ. الأخ يسأل عن صلاة التراويح، عن صلاة الوتر والشفع. الشفع هي الوتر، هل لابد أن تصلى في آخر ما يصليه الشخص قبل الفجر، أم يمكن أن يصلي الشفع والوتر بعد العشاء؟ ولو كان الشخص يصلي الشفع والوتر ثم أذن أذان الفجر، فهل يقطع صلاته أم ماذا؟ الجواب بارك الله فيكم، الأفضل أن يصلي صلاة الشفع والوتر، أن يصليها قبيل الفجر، أن يصليها قبيل الفجر، يعني كلما تأخرت كلما كان أفضل. ولكن إذا صلاها بعد العشاء فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى أبا هريرة ألا ينام حتى يوتر، فقال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت، فذكر فيها: وأن أوتر قبل أن أنام. فهذا يعني دليل صريح في أن يصلي الشخص الوتر قبل أن ينام، خاصة إذا كان يعني غالبا لا يستطيع القيام قبيل الفجر. لكن إذا قام قبل الفجر وصلى وأذن الأذان فلا حرج، يكمل صلاته بعد الأذان، بل إن بعض السلف كان لا يوتر إلا بعد أذان الفجر، يعني غالبا كان وتره بعد أذان الفجر لأنه لم يدرك أن يوتر قبل الفجر. والله سبحانه وتعالى أعلم.